بس انا من حكيت الناس ما افتهمت يعني ما عرفت شنو غايته. انا احنا مثلا عشنا بالزهراء ايش قد عشنا بانديه الزهراء من رحنا الوحيد اللي تحس يعني مو بس انا اقول الجميع يقول حس مثلا مركزيه زين تحس ايش ما تسوي يقولوا لك احنا الزهراء تحس مركزيه تحس شخصيه بالوضع يعني بالوضع العام للنادي وهذا حلو انا اشعر بهذا المحور انت محرج من جمهور الزهراء لا السؤال انت مع استمرار فلاح حسن رئيسا للنادي لو مع التنعم انا مو بيدي انا كلاعب انا قلت حكيت قلت كابتن فلاح رئيس نادي جيد اوكي ما جاب القاب جمهور يقول لك انا اذا القاب بس انت ما تعرف شنو الظروف اللي يمكن صارت بيها يمكن كابتن فلاح يطلع او واحد من الاداره يقول لك مثلا وضع المادي اوكي الجمهور 7 سنوات يقول لك ماكو دور لازم تغيره لازم يتغير انا شنو وجهه نظري ايش قلت؟ قلت المفروض كابتن فلاح يعني ما تخسرونه يكون متواجد مع المنظومه اللي راح تتشكل جديده. اها مع الهيئه المؤقته. طبعا يعني فلاح يعني لين خسر بس ينضاف خروج فلاح حسن من الزهراء خساره؟ انا احس بي قلت انا مره من المرات يعني فلاح حسن المفروض كابتن فلاح اذا اكو مشكله مثلا بالاداره ماك شنو الغير؟ شنو المشكله؟ تجيب مثلا عناصر 6 7 8 تخليهم وياهم وفلاح حسن من الزهراء يشتغلون سوء ماكو مشكله انت راح تكسب من عنده وراح تجيك مثلا انا سمعت تصريح المفتن عقيل المفتن نعم قال اني خليت فلاح حسن رئيس هيئه مؤقته وما قبل صح لو غلط ايش سمعت؟ شوف اذا حتى عقيل المفتن هو مقتنع بين فلاح يكون موجود ويا مجموعه زين شباب اتركوا الكارتات وانطوني الوان